اهلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم مقطع جديد معكم محمد غول مدرب نادي الغول لكمال الاسامي واللياقه البدنيه والفيزيك. احب اذا كنت اول مره تشاهد حلقاتنا يا ريت تضغط على زر الاشتراك ونفعل جرس الاشعارات ليصلك اشعار بجديد فيديوهاتنا. احب موضوع حلقتنا اليوم راح نحكي من خلاله عن الاوفر تريننج اللي هو الشيء اللي عم بياثر سلبا على شكل وحجم عضلاتنا. ايش يعني اوفر تريننج؟ يعني انت كشخص عم تتوجه لاي نادي رياضي عم تتمرن بوقت طويل جدا، احيانا نصل لساعتين او حتى 3 ساعات او حتى 4 ساعات الى اخره من الساعات. فكتير احبتي عم بلاحظ هاي المشكله خاصه في الجيم عندي. بفكر الشخص انه موضوع الجيم انه موضوع اكس بوكس او بلاي ستيشن او انه فيديو جيمز، فبيقعد طول اليوم عندي في الجيم بيتمرن، فبيجي نهايه الشهر انه اوكي كابتن انا عم بتمرن وعم اتغذى ما في عندي اي تطور. أحبة موضوع انك انت تتمرن على جميع الماكينات، هذا الشيء اول شيء طبعا في البداية، هذا شيء مزعج الي انا كمدرب او مزعج لاي مدرب اخر. تنين، وجودك طول اليوم في الجيم مش معناه راح يخرجك انت كبطل، يعني بدك تعرف شغلة انه جسمك بحاجة للراحة. بدك تعرف انه الجسم بحاجة فقط من 30 الى 45، هذا الشيء للمبتدئين، اما للمتقدمين احيانا تصل من الساعة الى الساعة والنصف من خلال اللي هي تدريباتهم. شو الفرق ما بين المتقدم واللي هو المبتدئ؟ موضوع اللي هو حبة التدريب المبتدئ يكفي من 30 دقيقة ل 45 دقيقة، لأنه هو في البداية بتم عملية تأسيس جسمه حتى أنه هو يتحصل في المستقبل على جسم جميل. أما المتقدمين أحبتي بيدخلوا في عالم اللي هي المكملات الغذائية وبعض من الأمور اللي بتساعدهم في بناء عضلاتهم، فيكفيهم من ساعة إلى ساعة ونصف. أنت كشخص عم تتمرن بمجهود عالي جداً وعم بتزود اللي هو الوقت في الجيم، اعرف انه هون في هاي المرحلة عم بتتم عملية هدم للعضلات وليس بناء اللي هي العضلات. يكفيك اللي هو في هاي الفترة كما تحدثت في بداية الفيديو عن اللي هي الدقائق تمام للمبتدئين والمتقدمين، وحاول انت كشخص عم تتمرن في هذا الجيم او في اي جيم، حاول قدر المستطاع انه ما يكون موضوع الكارديو ياخذ وقت اكثر من موضوع اللي هو تدريباتك، لانه حبيت انت حدثت كثير عن موضوع الكارديو، ما بدي ارد عيد موضوع، في عندي فيديوهات كثيره، اللي ما شاف الفيديوهات يرجع ويشوف الفيديوهات اللي هي رفعت على قناتي. فموضوع انك انت تحاول انت تتمرن على كارديو لمده طويله ثم تتمرن لمده طويله في الجيم، هون راح يتم عمليه هدم للعضلات وبالتالي يتم سحق العضلات ومش راح انت تتطور في هاي اللعبه. ما يكون اكثر من هذا الوقت، لانه بهاي المرحله حبتي راح يتم عمليه نفاذ مخزون اللي هو التستوستيرون راح ينخفض، وهذا الشيء راح يكون على حساب عضلاتك، ويصبح احبتي الوقود الحراري لجسمك هو عضلاتك وليس الدهون. فيا ريت احبتي هاي ملاحظه احنا نهتم فيها، يا ريت مش بالضروره نقعد في الجيم 300 ساعه، يعني نحاول خلص مرن تمرينك اوكي تشوف حياتك، حاول انك انت مثلا تعمل نشاطات اخرى، فما يكون موضوعك انك انت طول اليوم تتمرن في الجيم، هذا الشيء راح ياثر سلبا على شكل وحجم عضلاتك، وهذا الشيء احبت ايضا مزعج لي انا كمدرب او حتى مزعج لاي مدرب اخر، وحتى ايضا مزعج للاعبين وجودك اللي هو المستمر في الجيم. فبهي المرحلة احنا نحاول نتمرن كما تحدثت في بداية الفيديو ونهتم احبتي، يا ريت يعني رجاء عندي او في اي جيم اخر نهتم بالملابس الرياضية ونظافة الملابس الرياضية حتى ما تأثر علينا احنا سلبا كمدربين، لان احنا صدقا تعبنا من هذا الشيء. دائما احنا نتحدث دائما وابدا من اول الشباب حتى وان كانوا في اندية تانية للشابات، حاولوا انكم انتوا تتمرنوا بالملابس الرياضية. انت كشخص عم تهتم بملابسك الرياضية ونظافتك الشخصية وتتوجه للنادي الرياضي، هون راح يكون المدرب مرتاح معك اكثر واكثر. ويا ريت بكررها، ما نقعد في الجيم على مدار النهار، لانك انت بهالمرحلة مش راح تبني عضلات. بتمنى تكونوا استفدتوا موضوع حلقتنا، ريت تشجعونا اكثر واكثر، دعمونا لايك، وان شاء الله احبتي في الحلقات القادمة راح اكون في امور اوسع واشمل على مستوى اللعبة، لكن انا ضروري في هالفترة في عندي ضغط كبير جدا جدا في الجيم، فدائما مشغول، وان شاء الله يعني احيانا ببتعد شوي عن اليوتيوب، لكن ان شاء الله احضر معكم باستمرار. وبكرر بالنسبه للاشخاص اللي عم بيقولوا انه كابتن ما بوصلنا اشعارات لفيديوهاتك، في شيء اللي هو كما تحدث في بدايه الفيديو اللي هو جرس الاشعارات. بهاي المرحله بمجرد ما نرفع فيديو راح يوصلك اشعار ان هاي القناه رفعت فيديو، راح تكون ان شاء الله من اول الناس اللي بتشاهد مثل هاي الفيديوهات. اي شخص عنده اي سؤال اي استفسار حطوا في التعليقات، كالعاده ان شاء الله راح اجاوب على جميع اسئلتكم. في الختام ليس لدي الا ان اقول لكم إلى اللقاء.